أنا سعيد جدا إن إحنا موجودين تاني في نفس القاعة بعد ما قال أخويا محمود بدر رواياتنا وقصتنا مع القاعة هنا والطاقم الصحفيين. أنا بس عايز أقول حاجة مهمة، انتصرنا في الحقيقة لما صوت الشباب وصل للسلطة، وانتصرنا في الحقيقة لما الشعب المصري بقى هو صاحب القرار، ولينا الشرف إن إحنا النهاردة بنتكرم من نقابة فيها أصغر نقيب على مستوى الجمهورية، فهو ده الشباب اللي وصل لمؤسسات الدولة سواء كانت مستقلة أو معنية، وإحنا سعداء جدا بتكريم حضراتكم، وكل الشكر والتقدير للشعب المصري العظيم اللي ساندنا وصنع حركة التمرد، ونتمنى ونسأل الشعب المصري العظيم في دعم أكبر في المرحلة القادمة ما دمنا نسير على خط الاستقلال الوطني والدولة المصرية. بشكركم شكرا جزيلا. أخيرا خلونا ما ننساش واحنا بنحتفل بذكرى 30 يونيو ان احنا نقدم كل الشكر والتقدير للرجل الوطني المستشار الجليل عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق. شكرا جزيلا.